نعم مشاهدينا، نحن الآن شرقي مدينة جسر الشغور على خطوط الجبهة مع قوات النظام، تدور اشتباكات عنيفة على هذا المحور، على محور فريكي معمل السكر. قوات النظام تحاول التقدم على هذا المحور باتجاه مدينة جسر الشغور، لكن الثوار في معركة النصر قاموا بالتصدي له على مدى الأيام الماضية. قام الطيران الحرب بتنفيذ عدة غارات على هذه المنطقة، بغية تغطية جوية لقواته المقتحمة باتجاه معمل السكر، لكن كما ذكرت الثوار استطاعوا صد ذلك الهجوم على مدى الأيام الماضية. لمزيد من التفاصيل معي الملازم أول علاء نصار أبو حسن، قائد عسكري في كتائب أنصار الشام. أهلا بك أبو حسن، ضعنا في صورة الوضع على محور إفريقي معمل السكر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نحمد الله ونشكره أن جعل معركة النصر اسما على مسمى. طبعا تم تحرير جسر الشغور وتراجع الجيش ودحر إلى مناطق ثانية، منها فريكة ومنها باتجاه جورين، والخنزير الأكبر بشار الأسد وعد وهدد بأنه سوف يعيد وكذا وسوف يسترجع وسوف، والأخوة هنا بحمد الله وفضله صامدون ثابتون إن شاء الله، وإن شاء الله سوف نستمر في دحرهم بإذن الله تعالى. نعم، بالنسبة للوضع العسكري، هل تحاول قوات النظام التقدم على هذا المحور؟ طبعا أخي الكريم، حاولت قوات النظام أكثر من 5 مرات من أكثر من 3 محاولة التقدم مرارا وتكرارا، وتم بفضل الله تعالى صدهم وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأنفس والحمد لله والمنة. في أكثر من محور حاولوا التقدم من جهة فريكة وكبدناهم خسائر وغنمنا منهم الحمد لله رب العالمين، حاولوا التقدم من جهة قرقور، حاولوا التقدم من جهة جورين، وبفضل الله تعالى الأخوة المرابطون الثابتون صامدون إن شاء الله، وبفضل الله تعالى معنويات عالية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله سوف ترون إن شاء الله ما يسركم بإذن الله تعالى. نعم، شكرا لك أبو حسن، القائد العسكري في كتائب أنصار الشام. الرحمن الرحيم، نحن كتائب أنصار الشام، كتيبة الدفاع الجوي ميمطة، نقوم بالتصدي للطيران الحربي الذي لا يفارق أجواءنا، ونقوم بالتصدي كمان أيضا إلى محاولات تسلل العدو الجيش الأسدي، كمان نقوم إن شاء الله بالتصدي إليه. نعم، يقوم الآن الثوار بدك معاقل النظام في تل القرقور وفريكا براجمات الصواريخ ومدافع الهاون. نعم، هناك تجمعات لقوات النظام تقوم بقصف خطوط الجبهة، وتجمعات الثوار بالمدفعية الثقيلة، الثوار يردون عليهم بمثل ما يقصفون أماكنهم من شرق مدينة جسر الشغور على خطوط الجبهة. لأورينت نيوز، هاشم العبدالله.